وفاة لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم بلال بن حمودة في حادث سيارة منذ ساعات. طبعا الخبر صدمة على المنتخب الجزائري، حتى ان فريقه كان عنده ماتش واتلغى ورجعوا، واللاعب توفى عن عمر يناهز 24 عاما في حادث سير او حادث سيارة، كما أفادت وسائل الإعلام الجزائرية. ده منذ ساعات أدى هذا إلى احتراق سيارته، وكان يستقلها برفقة صديقه. وطبعا عادت بعثة نادي اتحاد الجزائر التي كانت متواجدة بمدينة سطيف تحصلوا لمجاهدة الوفاق المحلي غدا السبت، اللي هو يعني الحادثة حصلت من ساعات، كان الجمعة، كان موافق الجمعة اللي هو 10/20/22. ربنا يعزي أسرته ويعزي أصحابه والفريق، فريق الجزائر.